كم مقدار فدية الصائم في اليوم؟ الصائم الذي يطعم أولا هو المريض مرضا لا يرجى برؤه، وكذلك أيضا الكبير في السن. أما المريض مرضا يرجى برؤه فإن هذا لا يطعم، وإنما ينتظر حتى يشفى ثم يقضي. فإذا هذا هو الذي يطعم، المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير في السن. يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس هناك حد محدد لمقدار الإطعام، وإنما المرجع في ذلك للعرف، لأنه لم يرد في هذا دليل يدل على التحديد. فمثلا يعني إذا أراد طعاما مطبوخا، أصحاب المطاعم عندهم عرف، تقول مثلا أريد مثلا 30 وجبة أرز مع لحم، 30 وجبة أرز مع مثلا دجاج مثلا، وتأخذها وتوزع على 30 من الفقراء والمساكين، يجزي. أو أنك توزع طعاما نيئا 1.5 كيلو تقريبا مع إدام لحم مثلا أو دجاج، أو أنك تعطي الجمعية الخيرية، والجمعيات الخيرية عندهم فتاوى وعندهم تعليمات وعندهم أيضا قوائم بأسماء الفقراء والمساكين، تعطيهم مقدار الإطعام نقدا وهم يشترون به طعاما ويوزعونه على الفقراء والمساكين.